مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم في صالة التحرير. معاكم أهم الأخبار والأحداث اللي اهتمت بيها المواقع الإخبارية واللي حضراتكم اهتميتوا بيها على مواقع السوشيال ميديا. وخلونا نبدأها من الخبر الأول. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نظيره التشادي محمد إدريس في مدينة العلمين الجديدة، واللي بحث معاه العلاقات التاريخية الوطيدة اللي بتجمع ما بين البلدين والشعبين الشقيقين. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد كمان خلال اللقاء حرص مصر على تقديم الدعم الكامل للأشقاء في تشاد على كافة الأصعدة من خلال نقل ومشاركة الخبرات المصرية في مجالات القطاعات التنموية زي الطاقة، زي البنية التحتية، الصحة، التعليم، الزراعة، الثروة الحيوانية، إلى جانب التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب. خلينا أقول لحضراتكم أن المواقع الإخبارية اهتمت بالزيارة وسلطت الضوء على مدى قوة العلاقات ما بين البلدين. موقع صدى البلد كتب: الرئيس السيسي يستقبل نظيره لتشادي بمدينة العلمين الجديدة. كمان موقع اليوم السابع اهتم بتفاصيل المباحثات اللي تمت ما بين الرئيسين لتعزيز التعاون ما بين البلدين، فكتب: الرئيس السيسي بيجري مباحثات مع نظيره لتشادي بمدينة العلمين الجديدة. موقع الوطن اهتم بمباحثات الرئيس السيسي مع نظيره لتشادي في مجال مكافحة الإرهاب وما يحدث بالمنطقة، فكتب: الرئيس السيسي يناقش الأوضاع في السودان مع نظيره لتشادي بالعلمين الجديدة. الحقيقة ان هذه الزيارة من الزيارات الهامة جدا، خاصة ان احنا لما بنتكلم عن علاقات مصرية إفريقية فبتيجي الدول دائما زي ما بنقول محل اهتمام مصر واهتمامنا بالبعد الإفريقي من الأمور الهامة جدا اللي بتهتم بيها الدولة المصرية. هنروح بقى لموضوعنا الثاني، واحنا مع حضراتكم دلوقتي مازال بيعقد المؤتمر الصحفي دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، في مؤتمر صحفي بحضور عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير تحرير الصحف. الحقيقة اللقاء رئيس مجلس الوزراء تحدث في كثير من النقاط والموضوعات الهامة اللي بتشغل بال المواطن في الشارع المصري خلال الفترة دي. كان في الحقيقة مجموعة من النقاط والملفات اللي كان فيها صراحة شديدة، وكان أبرزها هي الأزمة الاقتصادية، أسباب ارتفاع أسعار السلع، الوقود، امتى المواطن ممكن يشعر بالرضا عن أداء الحكومة. ويمكن رئيس مجلس الوزراء اتكلم عن إن فكرة رضاء المواطن هي أولوية وأهمية، فكرة إن هو يوصل له بشكل كبير وتتغير وجهة نظره ده أمر محل اهتمام من الحكومة وهو ده اللي هي بتسعى ليه. كمان اتكلم عن أبرز الصعوبات اللي بتواجه الحكومة دلوقتي، لكن رئيس الوزراء أكد أن هيتم عقد جلسة حوارية شهرية على الهواء مباشرة مع الإعلاميين والكتاب ورؤساء التحرير، الهدف منها الإجابة على جميع الأسئلة بمنتهى الشفافية، ونبقى في تواصل ما بين الحكومة ووسائل الإعلام علشان نقدر يبقى من خلال ده توفير معلومات صحيحة. لأن احنا بنتكلم يمكن دولة رئيس مجلس الوزراء اتكلم أن هو بيتابع ما يكتب وما يقال، ما يكتب من مقالات في الصحف والمواقع وما يقال على شاشات التلفزيون، وبيشوف أن ممكن ان بعض الخبراء لما بيطلعوا يتكلموا بيتكلموا بارقام غير صحيحه وبياخدوها، بيبقى مصادرهم ممكن تكون السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي، وغالبا ما بتبقاش المعلومه صح. فهو بيتكلم ان هذا التواصل هيتيح ان شاء الله ان احنا يبقى فيه معلومات صحيحه، تداول للمعلومات في الفتره القادمه. دكتور مصطفى مدبولي اكد في المؤتمر الصحفي كمان على نقاط هامه. يمكن هو بيتكلم عن الازمه الاقتصاديه، هو اتكلم ان الدوله بتتحمل يوميا 450 مليون دولار لدعم المواد البتروليه، الدعم بس مش فكره شراء المواد البتروليه. أكد كمان أنه بيتابع كل زي ما قلت لحضراتكم كل ما ينشر وكل ما يقال في جميع البرامج ووسائل الإعلام، وقال أن في النهاية أن احنا بنتحاور علشان يبقى في حل لهذه المشكلات، وهو مستمع جيد لكل الآراء. دولة رئيس مجلس الوزراء قال أن احنا يمكن تجاوزنا المرحلة الصعبة، وأن العام المقبل هو عام التعافي. والحقيقة دي يمكن نقاط هامة ومبشرة شوية أن احنا يعني نطمئن أن احنا الأزمة خلاص واللي حصل بدأنا أن احنا
يعني ينتهي، وبالتالي فاحنا عندنا زي ما بنقول التعافي يبقى في الفترة اللي جاية إن شاء الله أفضل. خلينا نشوف المواقع الإخبارية اهتمت بالمؤتمر الصحفي وتصريحات رئيس الوزراء. فكتب الدستور: رئيس الوزراء يعلن عن جلسة حوارية شهرية مع الإعلاميين والكتاب للإجابة على الأسئلة بشفافية، ويؤكد التعاون مع المؤسسات الدولية يعكس رسالة ثقة في الدولة المصرية. خلونا نروح لليوم السابع اللي كتب رئيس الحكومة: الدولة تتحمل 450 مليون جنيه دعما يوميا للمواد البترولية، والدولة المصرية تواجه يوميا حجما هائلا من الأكاذيب والشائعات. جريدة المصري اليوم كتبت مدبولي: مصر استطاعت تجاوز أزمة الدولار بإبرام مجموعة من الاتفاقات الدولية. موقع صدى البلد أيضا كتب في هذا الموضوع: مدبولي: تأثير الأزمات الخارجية على مصر غير مسبوق، والدولة نجحت في حل أزمة الدولار من خلال الاستثمارات. خلونا بقى نعرف تفاصيل أكتر، خاصة أن هذا المؤتمر كان هناك الحديث عن نقاط اقتصادية. خلوني أرحب بضيفي على الهاتف دكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور. لسيادتك والسادة المشاهدين، أهلا بحضرتك. الحقيقة أن دولة رئيس مجلس الوزراء النهاردة تحدث عن أكثر من نقطة، بس خليني يعني أسأل حضرتك عن أبرز الرسائل الرئيس الوزراء ركز عليها النهاردة من وجهة نظرك. أهم حاجة يا فندم هي المصارحة والمكاشفة. صحيح. بجلسات حوارية شهرية ما بين إعلام مصر لكي يصل يعني الحقائق للمصريين بشفافية ووضوح بأرقام مدققة، وده في حد ذاته مواجهة ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي لتثير البلبلة في ظل فترة حرجة بتمر بها مصر، حتى إن شاء الله تعبر مصر إلى بر الأمان في الفترة القادمة إن شاء الله. حاجة ثانية يا فندم، رسالة أخرى، رسالة ثقة ان في طمأنة للمصريين بانه مصر تسير على الطريق السليم للخروج من هذه الأزمة الى بر الأمان، بانه المؤسسات المالية الدولية تعطي الثقة لمصر بانه في برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي مصر بدأت به منذ تقريبا سنة ونص، وامامنا سنتين في المستقبل في السنتين الجايين، بانه صرف الشريحه الثالثه لمصر واتمام هذه المراجعه الثالثه وصرف الشريحه الثالثه، ده معناها ايه؟ معناها انه مصر تسير على الطريق السليم، شهاده ثقه، كمان انه تعزيز يعني وجهه نظر وكالات التصنيف الائتماني انها في المستقبل تنظر نظره ايجابيه للاقتصاد المصري، معناها مصر قادرة على سداد التزاماتها وزيادة الاحتياطي لدى البنك المركزي العديد والعديد في هذه الحالة، فهي رسالة إيجابية وطمأنة لأبناء مصر بأنه المؤسسات المالية التي تساهم فيها مصر، سواء كان صندوق النقد الدولي، أيضا البنك الدولي، مصر تساهم في رأس ماله، أيضا البنك الأفريقي للتنمية، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الآسيوي للبنية للاستثمار في البنية، كل دي احنا مساهمين في رؤوس أموالها، عندما هذه المؤسسات التي نساهم في رؤوس أموالها في هذه الحالة عندما ليست وجاهة، ولكن عندما تمر الدولة المصرية بأزمة نمارس حقنا مع هذه المؤسسات المالية الدولية. هو حضرتك عايز يعني نقول للسادة المشاهدين اللي بيسمعونا ان مصر مساهمة في هذه الصناديق بمبالغ مالية، وبالتالي فهي لو احتاجت انها تاخد ده فده حق بالنسبة لها انها تمارس حقها. مصر عملت برنامج الاصلاح الاقتصادي، ده برنامج وطني تنظر فيه المؤسسات وتموله في هذه الحالة بمراجعات دورية نصف سنوية، عندما تتمم المراجعات وتقول للعالم بأن مصر يعني أتمت هذه المراجعات بنجاح، ده معناها رسالة ثقة في أداء الاقتصاد المصري بأنه قادر على عبور هذه الأزمة إلى بر الأمان في الأجل المنظور. دكتور فخري أنا عايزة طب اتفضل الأول اتفضل. حاجة أخرى تتعلق باللي هو بناء الإنسان المصري.
ان احنا في الموازنه عندنا يعني الانفاق على التعليم والصحه والبحث العلمي سواء بطريقه مباشره او غير مباشره في الانفاق يعني مرصود ليها 1.5 تريليون يا فندم في الموازنه الحاليه اللي هو ما يعادل 10.7% بس ده الحد الادنى اللي هو الاستحقاق الدستوري. الدستور بيقول لابد انه الانفاق من الموازنه العامه سواء بطريقه مباشره او غير مباشره تصل الى 10% كحد ادنى. الموازنه الحاليه هو 10.7%. معنى كده طب انا لما يكون عندي المحروقات او المنتجات البتروليه اللي انا بستورد نسبه كبيره بيها من بره وبانفق عليها يوميا حسب تصريحات دوله رئيس الوزراء 450 مليون جنيه يوميا، تخيلي هذا الرقم. طب انا عايزه كان ده على فكره سؤالي يا دكتور فخري. هو الحقيقه دوله رئيس مجلس الوزراء تحدث قال ان احنا 450 مليون جنيه اللي بننفقها يوميا دعم بس مش تكلفه شراء للمواد البتروليه، ده الدعم بس اللي الدوله بتتكفله. وقال الجمله الخاصه بما يخص يمكن بناء الانسان، قال ان ده بيجي على قطاعات اخرى زي الصحه والتعليم وخلافه. الحل ده ازاي يعني؟ بص يا فاتن انا عندي النهارده في الموازنه مرصود في الموازنه دعم للمنتجات البتروليه بنزين سولار ديزل غاز بوتاجاز الى اخره، كل هذه المنتجات البتروليه عندي في الموازنه 154.5 مليار جنيه فرق اسعار في هذه الحاله. فال 154 تخيلي هذا الرقم، خليها للتبسيط للمشاهد 155 مليار جنيه في السنه. تخيلي هذا المبلغ غير موجه لفئات اللي هي المستحقه، الكل بيستفيد سواء كان غني مصري غني وفقير. حضرتك بتتكلم على ما يخص دعم المواد البتروليه. المواد البتروليه بس. تخيلي ان البنزين هنفرق ما بين والله ده مصري غني ولا فقير، الكل بيستفيد سواء ايضا مصري ولا اجنبي على ارض مصر بما فيهم ضيوفنا الكرام، كله يستفيد من هذا ال 155 مليار. طب ده هل ده يفيد الناس البسطاء؟ طبعا لا. فانا لازم في هذه الحاله ان انا اقلل هذا المبلغ، يعني الرفعه الاخيره بتاع يوم الخميس اللي فات بوفر منها 34 مليار جنيه مصري، دول بديهم مين؟ بقول الاسعار هتزيد طبعا. انا لسه النقطه دي يا دكتور فخري برضو دي انا عايزه حضرتك توضحها لي، ان انا لما بيحصل رفع للوقود يا فندم طبعا بترفع الاسعار، الاسعار هتزيد على الكل يا فندم. بالظبط. انا باخد ال 34 مليار بديهم للانسان البسيط المستحق في صورة رفع مرتبات اللي عاملين في الدولة، المعاشات يا فندم، تكافل وكرامة للناس اللي هي مستحقة لتكافل وكرامة لعلاج على نفقة الدولة. يبقى أنا باخد من الكل الرفع بتاع يوم الخميس في المنتجات البترولية ووفر 34 أديها للمستحق فعلا. إذا نظام الدعم الموجود حاليا في المحروقات أو المواد البترولية بمقدار 155 مليار جنيه في السنة، ده كل بيستفيد، فكأنما هذا المبلغ يزيد الغني غنى ويزيد الفقير فقرا. ليه؟ لأنه اللي بيستفيد مش أقل من 60-70% بيروح للناس اللي هي مقتدرة، والباقي الصغير ال 30% ولا الخمسة بتروح للناس اللي هي. أنا دكتور فخري أنا عايز أسأل حضرتك برضو، لازم إن أنا أوفر ودي للمستحق ده، وأنا واثق في إن قاعدة البيانات بتاعتي عارفة مين المستحق، ودايما بندقق فيها باستمرار، احنا بقى لنا 10-15 سنه ندقق في هذه قاعده البيانات عشان نعرف فين المستحق ونوصل له الدعم لحد عنده في هذا، لانه هو المفروض هو المستهدف في هذا الدعم الموجود في المحروقات. طب دكتور فخري انا عايز اسال حضرتك ايضا في نقطه اخرى، رئيس مجلس الوزراء صرح وقال ان احنا تجاوزنا المرحله الصعبه وان السنه اللي جايه هو عام التعافي. هل ده معناه ان المواطن هيشعر بقى بهذا الامر ان احنا خلاص بدانا نفوق يعني على ارض الواقع وان هو بيشعر بتحسن؟ ولما لا يا فندم، لانه في هذه الحاله البنك المركزي معني بخفض معدلات التضخم، وعشان كده استخدم سياساته النقديه المتشدده في رفع سعر الفايده عشان يمتص السيوله الموجوده في
جسم الاقتصاد، إضافة إلى الاختناقات في سلاسل الإمداد الحكومة بتحلها عشان زيادة المعروض في هذه الحالة. ومن ثم نتوقع بمشيئة الله خلال العام القادم اللي هو قدامنا يعني تدريجيا كده، معدل التضخم زي ما انخفض في العشر أشهر اللي فاتوا، في سبتمبر اللي فات كان 40%، يونيو اللي فات بقى 27.5%، ده معدل في غلا وكل حاجة 27.5 طبعا غلا، بس حدة الغلا بتقل واحدة واحدة. هي أسعار التضخم زيادة، معلش برضو خلينا نتكلم برضو، أنا عايز أخد رأيك في دي يا دكتور يعني فخري، زيادة يعني أسعار الوقود هل ممكن إنها تزود من التضخم ولا تقلل؟ يا فندم تزوده طبعا، بمعنى أساسيا هي معدل التضخم بينخفض باستمرار، لكن إحنا توقعاتنا إن هو كان هيستمر في الانخفاض بمعدلات يعني سريعة، لكن هيبقى التضخم أكثر لزوجة في الانخفاض. يعني إيه؟ هينخفض بدل ما كان بينخفض من شهر لشهر بواحد ونص في المية ممكن ينخفض بنص في المية، إذا هيبقى التضخم أكثر لزوجة في نحو الانخفاض. لكن بعد هذا يعني نقول مثلا بعد ثلاث أشهر برضه يا فندم في آلية التسعير التلقائي، واللجنة دي موجودة صحيح، والمعادلة السعرية اللي على أساسها بينظر في أسعار المواد البترولية كل ثلاث أشهر، ده مش اختراع، ده موجود من سنة 2018، يعني بقاله كام يا فندم؟ ست سنوات، ست سنين. كل ثلاث أشهر بنعيد نظر. المرة اللي جاية بعد ثلاث شهور من الرفعة دي هينظر فيها. هل نسأل نفسنا سؤال، ثلاث المعادلة السعرية، هل معدلات سعر البرميل البترول ارتفع؟ هل سعر الصرف يعني ارتفع؟ هل تكلفة إنتاج وإنتاج اللتر من السولار ولا البنزين هيتغير؟ إذا لم يتغير سعر برميل البترول العالمي، إذا استقر سعر الصرف، وهيستقر سعر الصرف كما هو مستقر حاليا، وتكلفة الإنتاج اللتر كما هي، يبقى المرة الجاية ثلاث شهور مفيش زيادة يا فندم. بمعنى آخر طالما إن الثلاث متغيرات دي لم تتغير، إذا لابد ننظر دائما، لأن وجود هذا الدعم الضخم جدا بيستفيد منه. هو انا سالت سؤال يا دكتور فخري، لان طول ما المواطن الاسعار بتغلى عليه او بتغلى، فهو كده طول الوقت هو حاسس ان مفيش تغيير، فهو الحكومه هتعمل ايه؟ بص سيادتك، لازم نفرق بين معدل التضخم بيقل وبين الاسعار تقل. انا ما بقولش الاسعار بتقل، انا بقول حده الغلاء بتقل لحد ما يبقى ان شاء الله خلال سنه يبقى رقم احادي، يعني 5-6%، يا ريت يا رب يكسر حاجز العشرة. انا باخد علاوه مثلا نفترض 10%، الاسعار تاكل منها 5-6 زي ما كان قبل روسيا، قبل الحرب الروسيه، قبل الحرب الروسيه الاوكرانيه 5-6%. صحيح. اذا بنطمن المواطن ان انا برفع كل ثلاث اشهر، الشهر اللي بعد ثلاث اشهر من النهارده، طالما سعر برميل البترول العالمي مستقر، طالما سعر الصرف كما هو حاليا مستقر وان شاء الله باذن الله يا رب احنا نتمنى الثبات. اذا بعد ثلاث شهور ما هو المبرر ان هو يزود؟ وعشان كده بقول الرفع اللي فاتت دي تزود، بس تخلي نزول التضخم وحدته تكون يعني اقل وديره، بمعنى اخر ان هو هينخفض معدل التضخم بدل ما 1.5% في الشهر شهريا يبقى 0.5%، مش معناه الاسعار بتقل، ولكن الغلاء حدته تقل على المواطن اللي بوفره. أدي للراجل اللي انا عارفه، محمد وعلي وخليل والى اخره، صحيح انا عارفهم، هو دول مستحقين. مش مداح مداح كده يا فندم. ولذلك بقول اللي وفرته ال 34 مليار يروح للناس اللي انا مدقق قاعده البيانات وبندققها باستمرار علشان المواطن اللي هو انا بستهدفه هو اللي ياخد اللي انا بوفرته ده جهوله في علاج على نفس الدوله، تكافل وكرامه، زياده معاشات، زياده مرتبات الى اخره في هذه الحلقة. أنا محتاجة إن احنا يعني نقعد مع بعض فترة أطول دكتور فخري، وتنورنا في صالة التحرير علشان نتكلم ونشرح للناس أكتر هو إيه اللي ممكن يبقى موجود في العام القادم، عام التعافي كما أسماه دولة رئيس مجلس الوزراء. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، شكرا جزيلا على وجودك معانا. يعني أكيد يعني دولة رئيس مجلس الوزراء بيستأنف المؤتمر مرة أخرى
مع عدد كبير من الكتاب والصحفيين والإعلاميين موجودين الآن في العالمين الجديدة لاستعراض وجهات نظر الحكومة لتعريف وتصحيح كتير من المفاهيم لينا وللإعلاميين اللي ممكن إن احنا من خلالها نعرف معلومات أكثر دقة عن المرحلة القادمة وما تنتويه الحكومة في الفترة اللي جاية. خلونا بقى نخرج لفاصل، ومعانا في صالة التحرير بعد الفاصل دكتور محمود أباظة السياسي البارز ورئيس حزب الوفد الأسبق، حديث بقى عن السياسة والحياة الحزبية، حزب الوفد، ملفات كتيرة، الحوار الوطني، الحكومة بتعمل ايه، وغيرها من وجهات النظر اللي هنعرفها او هنتعرف على وجهة نظر معانا للسياسي البارز. فاصل ونرجع لحضراتكم. بجد التحية مرة تانية بحضراتكم، واسمحوا لي أرحب بضيفي اللي منورني ومشرفني في صالة التحرير دكتور محمود أباظة السياسي البارز ورئيس حزب الوفد الأسبق. نورني يا فندم. الله يخليك يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني عندي حاجات وموضوعات كتيرة قوي ومش عارفة أبدأ منين، بس خلينا نبدأ بالأحدث. يعني ربما حضرتك متابع نشاط الحكومة وعقد المؤتمرات الصحفية على الهواء مباشرة والحديث عن كتير من التفاصيل، شايف المشهد إزاي؟ يعني محاولة لإعادة الحيوية للحياة السياسية، وأنا أعتقد أن احنا في مرحلة مهمة لأننا بنبني جمهورية جديدة، وبالتالي توضع أسس، ومن ضمن هذه الأسس الشفافية. وما فيش شك أن التعامل مع الرأي العام مهم جدا عشان يبقى فيه هذا التواصل اللي بيدفع أي مجتمع للتقدم. طيب خليني هاخد كده تصريح دولة رئيس مجلس الوزراء، قالوا إن العام القادم هو عام التعافي. إحنا مرينا بمرحلة صعبة، وإن السنة اللي جاية هو ان احنا بنتعافى والمواطن بيلمس هذه النتائج. تصريح مطمئن ولا ممكن يبقى تصريح البعض يراه مقلق ان المواطن يتعشم وفي الاخر برضو لا قدر الله تحصل حاجة؟ فشايف التصريح ازاي؟ لا، ما هو لازم تكون المسؤولية يحملها الطرفين، المواطن من ناحية والحكومة من ناحية. طالما انه في تواصل بين الاثنين، أعتقد أن الشعب المصري مستعد يتحمل صعوبات المرحلة بشرط أن يكون لديه أمل واضح في الغد. صحيح، وده اللي لازم يتوجد. شايف من وجهة نظر حضرتك إيه هو الأمل اللي ممكن المواطن يتعلق بيه، أو أن الحكومة يعني تديله بارقة أمل فالمواطن على أساسه يقدر أن هو يتحمل؟ شوفي، أنا هقول لك حاجة. إحنا في النص الأولاني من القرن اللي فات، يعني من 1910 مثلا كده لغاية 1954، كان في موضوع كل مواطن يشعر انه مسؤول عنه شخصيا، وهو فكرة الجلاء. صحيح. النهاردة في اوائل في النصف الاول من القرن العشرين، في فكرة واحدة يجب ان يشعر المواطن بانه هو مسؤول عنها شخصيا، وهي فكرة التنمية. اوكي. التحدي الرئيسي والأول هو تحدي التنمية. فبدون ما ننجح في معدلات تنمية مرتفعة ومستديمة، مفيش حل لأي مشكلة، بالعكس في تفاقم لهذه المشاكل. احنا بنتكلم عن التعليم، وبنتكلم عن الصحة، وبنتكلم عن المواصلات، وبنتكلم عن كل ما هو المرافق العامة. كل دي يعوقها قلة الموارد، وقلة الموارد لا تعالج إلا بالتنمية. والتنمية مش رشدة بناخدها من عند الطبيب وننفذها. لا، التنمية دي إرادة، إرادة عامة، وإرادة عامة لازم يحملها كل شخص بينه وبين نفسه، ثم بينه وبين وطنه. إذا نجحنا في أننا نشعر المواطن بأنه هذا هو التحدي، ودوره هو الدور رئيسي وأساسي فيه، أعتقد أن احنا سنخرج من المآزق الحالية ومن المآزق
القادمة. لأن احنا عايشين في منطقة مضطربة في عالم مضطرب. أوكي. طيب من وجهة نظرك برضو دكتور محمود، يعني ممكن المواطن يشعر بده ازاي في ظل معاناة، في ظل ضغوط، في ظل ارتفاع أسعار، في ظل زيادة سكانية، في ظل مشاكل يومية حياتية هو بيمر بيها، ازاي ممكن الحكومة تعمل على إشعار المواطن بأهمية التنمية فمن أجلها يقدر ان هو يستحمل؟ شوفي، بحيوية الحياة السياسية. كويس. يعني يجب أن تكون الحياة السياسية فيها حيوية. الحياة السياسية دي أحزاب؟ ولا حيوية، لا أكتر من أحزاب. لكن لا حيوية الحياة السياسية بدون أحزاب. أحزاب نشطة. الأحزاب هي نبض الحياة السياسية. طب هتقولي لي طب وأين الأحزاب؟ لسه كنت هقول واحدة، حل أحزابنا إيه؟ ما أنا أقول لك أين الأحزاب؟ لا، الأحزاب هي خارج الصورة إلى الآن. إحنا عشنا، أنتِ ما تفتكريش الكلام ده، احنا عشنا سنوات طويلة في ظل الحزب الواحد. ايام الاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي وعشنا سنوات كمان في ايام الحزب المسيطر، يعني حزب الرئيس. حزب الوطن. الحزب الرئيس كان الوطني وكان مصر وكان النهاردة ما فيش حزب رئيس. كويس. كويس. وبالتالي ليس هناك ما يمنع ان كل الاحزاب تنشط. وانا مانيش قلق من عدد الاحزاب يعني الكبير، 106 حزب دول مش قلق. ليه بقى؟ لانه الاحزاب الحقيقيه هي اللي موجوده على الارض. هيبقى في 4 5 6 يعني، والباقي احزاب. احزاب انت لما تمسكي دفتر التليفونات بتاعت زمان انت ما شفتيهوش، كان في اوراق صفراء واوراق حمراء وتدوري تحت حزب كنت تلاقي مثلا 100 حزب. انما بعض الاحزاب كانت مقرها قهوه محدش يسمع عنها، ده موجوده. انما في احزاب حيه واحزاب عايشه. والاحزاب بتعيش ازاي؟ بتعيش بقواعدها مش باي حاجه تانية. طبعا لما تتعودي، لما دوله او مجتمع يتعود على حزب واحد، سواء كان حزب واحد او حزب مسيطر، بيفقد اي اهتمام بالاحزاب. بيحصل نوع من انه يقول لك انا ماليش دعوه بالكلام ده، او الناس بتشتغل لوحدها وانا ماليش دعوه بيها. انما في ظل التعدد لو اتيحت الفرصه، اولا لازم الدوله تدرك ان العصر تجدد، احنا في عصر جديد، واجهزه الدوله تسمح بحيويه الاحزاب التي تنظر اليها دايما بشيء من الريبه بحكم العاده. في مثل بيقول المرء ما تعود، فما تعود دي كل من يخالفني الرأي مشكوك في أمره. وبعدين احنا عندنا النهاردة فرصة كبيرة قوي. ليه؟ لأنه بقى واضح جدا ابتداء من 2011 ان في مصر مشروعين، كل مشروع ينفي الآخر، مفيش حل وسط بينهم. في مشروع الدولة الوطنية الحديثة، وده المشروع اللي انتصر في 30 يونيو. صحيح. وفي مشروع الدولة الدينية في ظل الخلافة. اللي هو محاولة لإعادة الماضي، والماضي لا يعود. فمجرد وجود المشروعين دول بيقسم لي على طول من هم أنصار الدولة الوطنية الحديثة التي نعيش فيها، ومن هم أعدائها. صحيح. وأعدائها خرجوا على الدولة بالسلاح، فوضعوا نفسهم والشعب لفظهم أساسا خارج الدائرة. صحيح. وفقدوا السلطة لأنهم اصطدموا بالوطنية المصرية. صحيح. لأنه مشروع الدولة الدينية لا يعرف الوطنية، ويعتبرها مخالفة لوحدة الأمة الإسلامية. صحيح. قد يكون هذا كان ممكنا في أيام سحيقة. لكن يعني الدولة العباسية اللي قعدت 500 سنة هي في حقيقة الأمر كانت دولة خلافة لمدة 100 سنة، وبعد كده كان في دويلات. صحيح. ضعفت وبالتالي ظهر دويلات وانقسامات وانتهت. صحيح. وبالتالي نحن لا يمكن أن نعود إلى الماضي. والدولة الوطنية هي التي تكون فيها المواطنة هي مناط الحقوق والواجبات بصرف النظر عن اختلاف الدين والجنس والعرق وإلى آخره. أنا
عايزة اخد حضرتك لنقطة الاحزاب الحقيقة يعني. وخصوصا ان انا عندي كده مجموعة من المشاهد انا كمواطنة عادية ممكن اشوفها، يعني ممكن اشوف مثلا ان وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع بداية توليه بيعقد اجتماع لفض اشتباكات داخل واحد من الاحزاب وهو حزب الوفد مثلا، ودعوته ان يحصل اندماجات للاحزاب الصغيرة علشان يبقى عندنا كيانات قوية حزبية موجودة، ودي كانت دعوة مطروحة. اشوف في الجزئية التانية ان انتخابات الرئاسة المصرية السابقة بتضم 2 مرشحين من احزاب ثلاثة صح انا اسف ثلاثة فهم من احزاب، فاعتقد ان دي هي ايضا فرصة يعني الى جانب المشهد ده، بس مع النتيجة اللي على الارض المواطن له في النهاية الحزب اللي بيروح له، الحزب اللي بيقدم له خدمة، اللي بيقدم له ندوة، اللي بيقدم له توعية، اللي بيقدم له أنشطة، الحزب في الشارع. هل أحزابنا اللي أنا السؤال اللي أنا سألته مع هذه الفرص الأحزاب مستنية إيه علشان تشتغل؟ لا مستنية إيه؟ أولا الحزب مشروع كويس، يعني لازم يبقى عنده مشروع ولازم يمثل مصالح ولازم يبقى عنده حاجتين، يبقى عنده حرية حركة ويبقى عنده شعور بالمسؤولية. كويس. الاثنين. حرية الحركة جديدة على حياتنا السياسية. ليه؟ لأن ما تنسيش إن احنا لغاية 2011 كان رئيس الدولة هو رئيس الحزب الحاكم، وكان الحزب الحاكم مختلط بالدولة في جميع مراحله. صحيح. وكان المحافظ مسؤول حزبي، وكان يعني كان فالمره دي الدستور يجعل الرئيس ممتنع عليه انه يكون له حزب. كويس. مش معنى كده ان ما فيش احزاب تؤيده. بالعكس، لان كل انتخابات بتعمل لي ما انا عندي انتخابات ممكن يبقى فيها اعاده. يعني الظروف اللي فاتت ما كانش كان في دور واحد، لكن في المستقبل فهيبقى عندك مرشحين متعددين، وبعدين تبقى الاعاده بين مرشحين، يبقى مضطره الاحزاب الاخرى بقى تقف يا مع الف يا مع ب. كويس. وبالتالي تتشكل المعارضه والاغلبيه. وبالتالي تتوجد القدمين اللي تمشي عليهم الحياه السياسيه النشطه. كويس. لازم اقول النهارده انه لا باين اغلبيه ولا باين معارضه. مش واضحه. مش واضحه الاغلبيه ومش واضحه المعارضه. لا مش واضحه. بدليل ان هنلاقي انه تقريبا الكل بيدور حول افكار واحده. طبعا في اي بلد في الدنيا، وان كان دلوقتي في العالم في ازمه في الديمقراطيات. صحيح. في اي بلد في الدنيا في جزء متفق عليه. اوكي. وفي جزء اخر مختلف. مختلف، ده اللي بيدي ايه؟ بيدي فكره تبادل السلطه، وبيدي فكره الخيار. انا اختار ده او اختار ده او اختار ده على اساس انما لو كانوا كلهم زي بعض هختار ليه؟ صحيح. ف اللي هي التعدديه. اللي هي التعدديه. والتعدديه دي مش سهله انك تتقبليها، الدوله تتقبلها. أنا ما بحبش لفظ الدولة العميقة. لأنه عامل زي ما يكون في شياطين في الضلمة كده، يعني ما أشبه، لكن الدولة الإدارة. يعني ما فيش شك إنه عندك وزير مثلا. يسهل عليه قوي إنه يشتغل لو كل الناس موافقة على شغله. ويصعب عليه لو في ناس بتقول له لا أنت شغلك غلط. فهو يفضل بطبيعة الحال انه ما يبقاش فيه تعدديه. أوكي. يبقى فيه قوه غالبه. كذلك الوضع بالنسبه للمحافظ، كذلك الوضع بالنسبه للاجهزه الامنيه. كل دي عادات لسه احنا لم نتعود على التواجد في ظل التعدديه. لان كمان الاحزاب لم تقم بالدور اللي عليها. الدور الاحزاب ما هياش مبنى
ومقرات ومقرات الأحزاب مشروع. ومشروع يجب أن يجد صدى بين الناس. ايه اللي المفروض يعني خلينا نتكلم ان ربما المشهد اللي حضرتك بتتحدث عنه احنا بنتكلم عن ان احنا عايزين حياه سياسيه، فالحياه السياسيه هتيجي بوجود او عامل من العوامل الهامه فيها الاحزاب السياسيه. هو احنا احزابنا السياسيه قدمت ايه؟ يعني احنا مثلا لو جينا نتحدث وناخد مثال حزب الوفد وحضرتك يعني موجود معانا ونتكلم عنه، الفرصة التي أتيحت لحزب الوفد من مرشح لرئاسة رئيس حزب الوفد أنه يبقى منافس على كرسي الرئاسة ويبقى أحد المرشحين اللي خاضوا الانتخابات. حزب الوفد من الأحزاب القديمة والعريقة واللي ليها باع طويل في السياسة وأجيال وأجيال خارجة وعارفة حزب الوفد. لماذا لم يستغل حزب الوفد هذا الموقف لإعادة روحه مرة تانية حتى وإن كان لم يحصل على مقعد الرئاسة، استغلال الموقف نفسه بإعادة ترتيب أوراقه يا دكتور؟ في سببين أو نوعين من الأسباب. في أسباب شخصية تتعلق بقدرات المرشح. أوكي. وفي أسباب موضوعية تتعلق بتماسك الحزب وتنظيمه. في حالة الوفد الاثنين كانوا أقل من المطلوب. أقل من المطلوب بس؟ بكثير. يعني الواحد ممكن ينتقد بدون ما يجرح. لا ما احنا احنا بس على فكره احنا لو حتى الانتقاد فهو حبا في هذا الحزب. لا يعني بقول انه ده، لكن خليني اقول لك انه دي حاله عامه ما كانتش بس مقتصره على الوفد. يعني طبعا القدرات الشخصية بتختلف من مرشح لآخر، لكن لم نشعر بنبض أحزاب في الشارع الانتخابات الرئاسية ولا في الانتخابات البرلمانية. طبعا قصة الانتخابات البرلمانية قصة أخرى، لأنه نظام الانتخاب بتاع القائمة اللي فيها 300 واحد ولا 200 واحد ومش عارف ايه، مش يعني هي قد تكون مناسبة في فترة انتقالية كان فيها خطورة على الدولة نفسها، لكن ما تستقيمش مع الزمن القادم. يعني هو بالمناسبة بقى طالما حضرتك ذكرت القايمة، يعني الانتخابات اللي جاية في البرلمان حضرتك مع إتاحة فرصة أكبر لفكرة المستقلين، ولا احنا نرجع نعود للقايمة المطلقة؟ شوف يا مقولك حاجة، أنا شخصيا ليا رأي وهذا الرأي كان مخالفا حتى لرأي الوفد في فترات، لكن أيام ما كنت مسؤول على الوفد كنت بخضع للأغلبية. أنا لا أؤمن إلا بالانتخابات الفردية. اللي هو مستقل. اللي هو الفردي. فردي. مستقل أو حزبي بس فردي. فردي. ليه؟ لأنه أولاً ده الأسلوب اللي إحنا تعودناه على مدى 100 سنة. اتنين، إنه ده اللي بيخلق الرباط الضروري بين النائب وقاعدته. يعني إحنا بنقول ده مجاز أن النائب يمثل الأمة. مش كده؟ صحيح. هو بيمثل طبعاً. بيمثل طيب. الأمة طيب. لكن بيمثل الأمة منين؟ من خلال الدايرة، مع الدايرة دي قطاع من الأمة، وبالتالي إذا كانتش الصفة التمثيلية دي واضحة والعلاقة حميمة بين النائب ودائرته فهو لا يمثل الأمة في الواقع، مجازا يمثلها لكن في الواقع فعليا لا. لا. وبالتالي أنا بعتبر أنه النظام الأمثل هو النظام الفردي. في عيوب، مفيش نظام في الدنيا طبعا مفيهوش عيوب، لكن هو ده اللي يخلق. ليه بقى؟ لان الاحزاب بتضطر تروح تدور على الناس اللي لها قواعد. فما يبقاش الحزب عباره عن نادي قاهري، لانه الاحزاب نادي القاهري انا بطلع اقعد معاكي بتكلم بيشوفني 10,000 واحد 20,000 واحد معرفش يعني. لكن لما بشتغل على الأرض بلف مثلا في دايرة 50 قرية فبشوف الناس وبسمعهم وهم بيشوفوني وبيسمعوني ويلتقوا بيا، ولما يبقى عندهم مشكلة يعرفهم يكلموا مين. فده اللي يخلق في الحياة السياسية ديناميكية معينة. وفي نفس الوقت يفرض على النائب العمل السياسي الجماهيري. يعني ان هو يفضل على صله
مستمرة بالناس. كويس. هرجع تاني لحزب الوفد، بس عايزة وأنا بتكلم عن حزب الوفد، لأن دايما لما بقابل حد الحقيقة من الوفديين ببقى يعني أنا يعني ببقى عايزة دايما أسأل السؤال، شعورك إيه لما شفت النقاعة في حزب الوفد في مبنى عريق شهد سجالات تاريخية ومعارك تاريخية ضاربة وضارية، لما تتحول لصفقات من هذا النوع اللي احنا شفناه، شفته ازاي يا دكتور؟ شفته، ما احنا عملنا بيان بشأنه، وانا عملت بيان مع بعض قيادات الوفد بهذا الشأن. طبعا هذه كارثة، انما انت لما تقفلي المية، يعني المياه الآسنة بتجمع الميكروبات وتجمع الأمراض وتجمع القاذورات. الوفد جمع الميكروبات؟ لأنه كان آسنا، لأنه مفيش حركة. ما هو بدون حراك سياسي يبقى الحزب إيه؟ مفيش، عبارة عن قهوة الناس بتقعد تتسلى فيها. والقهوة دي إيه اللي وصل حزب الوفد لكده من وجهة نظرك يا دكتور؟ لا، حاجات كتير. أنا في اعتقادي إنه جزء كبير قوي بيتوقف على القيادة، وجزء كبير أيضا بيتوقف على الوفديين. القيادة داخل الحزب، يعني رئيس الحزب، صحيح، والمجموعة اللي بيشتغل بيها. وبعدين يعني أنا أقول لك مثل بسيط، القانون الأحزاب بيقول إن النظام الداخلي للحزب بيحيل إلى النظام الداخلي للحزب. لما القانون يحيل يبقى النظام الداخلي للحزب ده جزء من القانون، يعني يحيل زي ما مثلا الدستور يحيل الى قانون فيقولوا قوانين مكمله للدستور. طيب النظام الداخلي للحزب بيقول ان ميزانيه الحزب تعرض على الهيئه العليا بعد 60 يوم من انتهاء السنه الماليه. كويس. بتقرير من المحاسب القانوني ومن الأمين الصندوق. يعني ايه؟ يعني كلف الهيئه العليا بمراجعه انفاق المال العام. لانه اموال الحزب في حكم المال العام. صحيح. وبالتالي يبقى هم مكلفين بخدمه عامه. لما احرمهم من هذا الحق يبقى انا بخالف القانون، مش بس بخالف القانون، وامنعهم من اداء واجب يترتب عليه تقصير شديد منهم. ده حصل فعلا؟ طبعا، ما بتجتمعش الهيئه العليا، فات 6 أشهر دلوقتي على نهايه السنه ولم تجتمع الهيئه العليا لتنظر الموازنه. ولم تجتمع الهيئه الوفديه اللي هي الجمعيه العموميه لاقرارها. طيب لما يبقى القيادات اللي موجودين داخل الحزب مثلا بيقولوا ان اعضاء الحزب القدامى هم بس بيتكلموا بس، لكن ما حاولوش ان هم يمدوا ايد العون للحزب علشان ان هو ينهض، بتردوا تقولوا ايه كقيادة؟ ما هو السؤال الاول، هذا الحزب كان عنده 90 مليون جنيه ودائح، وكان يحقق بذلك استقلالا ماديا، مش بس قبل الخارج خارجه، لما قبل الاعضاء نفسهم. وهذا الاستقلال المادي كان هو احد العناصر الرئيسيه اللي بيسمح للوفد بالحركه وبالنشاط وبالندوات وبالحرام. هذه الاموال بددت كلها بسبب سوء اداره ماليه. الجورنال في حالة سيئة جدا، يخسر كل شهر 700-800 ألف جنيه، يضطروا يلفوا على الناس. إذا فيش إصلاح مالي يبقى حكاية التبرع ده للحزب دي مساندة للفساد مش للإصلاح. ده من ناحية. من ناحية تانية، إنه لما يبقى في شيء معوج كل من يراه ويسكت يبقى هو مشارك في هذا الخلل. وبالتالي واجبه انه ينبه ويخاطب، مش بس كده، ويعمل من اجل اصلاح ذلك. لما تيجي للناس اللي بينتقدهم، معظمهم زي حالاتي كده تجاوزوا السن بتاع العمل التنظيمي. احنا اشتغلنا 40 سنه خلاص، عملنا اللي علينا. مش ناوي ترشح تاني لحزب الوفد؟ ده زي ما تقولي لي خش كليه الحقوق تاني دلوقتي. انما
في جيل وسط، جيل كويس وجيل وافدي استبعد واتفصل واخذ يعني اخذ بظلم ظلما شديدا. فاصبح قياده الورد مجموعه مصالح. طب انا بس انا عايز اسال عن سبب الفصل ده، بس انا برضو عايز اقول ان حتى ان احنا يعني بنتحدث هذا الحديث فيما يخص مصلحه حزب عريق، فهو كمان حق الحديث مكفول لاي حد بيسمعنا وعايز ان هو يعني يتحدث فيما يخص ذلك الشان. بس انا عايز اعرف بقى ايه سبب فصل جيل الوسط ده؟ انا ما اعرف. لا ما ما ما, ما او استبعاده بالظبط كده، انه هم عاوزين نشاط في الحزب والقياده مش عاوزه. اوكي، تضارب يعني الاراء. يعني اصله ايه؟ اسلم حاجه انك تقعدي ما تعمليش حاجه. طب ما هو اذا كان الحزب من جوه مش عايز فكره التعارض والمعارضه والراي والراي الاخر، فهيبقى حزب ازاي؟ ما دي المشكله. يعني مفترض ان الحزب هو نفسه وسيله لتبادل الاراء. ولذلك كل ده حصل بالمخالفه للائحه. اوكي، يعني مثلا اللائحه تقول ان اي هيئه عضو هيئه عليا لا يفصل الا اذا عرض امره على لجنه خاصه، ثم بعد كده المكتب التنفيذي، ثم بعد كده يصدر قرار بالفصل، ثم يكون له حق التظلم والى اخره. ما بيحصلش، لا يسال ولا حاجه ويفصل وخلاص، ويروح بقى المحكمه يستنى 7-8 سنين ويصدر الحكم وما يتنفذش. فدي نوع من البلطجه. انما خليني اقول لك الحقيقه، مش خاصه بالوفد لوحدها، الحيويه بتاعت الاحزاب هي اللي بتخلي، يعني هي اللي بتخلي المياه جاريه. لو المياه اسنت يحصل اللي انت بتقولي عليه بقى ده، تحت سوره سعد زغلول نتكلم في تجاره اثار. اللي سعد زغلول وهو رئيس وزاره اول واحد بعت البوليس عشان يمنع كارتر من ياخد حاجات. صحيح. توت عنخ امون يوديها المتحف الانجليزي. صحيح. فدي ماساه. انما دي نتيجه وليست سببا. طب لو حبيت اخد من دكتور محمود روشتة كده، خطوتين ثلاثه يبدا بيهم حزب الوفد لاصلاح نفسه، لاصلاحه الداخلي، حتى يعود مره اخرى للحياه السياسيه. هو دعوه للوفديين الذين خاضوا معارك الامس والذين تحملوا المسؤوليه ان لا ييأسوا من الاصلاح. كويس. لان دول ناس ابتعدت، لان ما يحدث لا يعجبهم. وبالتالي أنا التزموا الصمت. أنا بأناديهم إنهم يخرجوا، مفيش حاجة مستحيلة. وإصلاح الحزب ممكن. كويس. رغم كل المعوقات التي يشهدون عليها. إنما هم قادرين لو تجمعوا وأقدموا على حمل المسؤولية في إصلاح الحزب أن يصلح، وعندما يصلح الوفد تصلح الحياة الحزبية. صحيح. ليس ذلك عشان انا وفدي، لكن التاريخ بيقول ان الحركه الوطنيه المصريه احد روافدها الرئيسيه كان حزب الوفد. طبعا، لا، حزب الوفد حزب من الاحزاب المهمه واللي له باع وله مقرات وله ناس منتميه وله تاريخ وله ثوابت. صحيح صحيح. انت عارفه لما نقول ان ثوابت الوفد لما كانوا زمان يقولوا سياده الامه. ثوره 19. يعني ايه سياده الامه؟ يعني الأمة التي لها محتلة ما تبقاش سيدة. صحيح. والأمة اللي فيها حاكم مستبد اللي هو الملك فؤاد ما تبقاش سيدة. ما تبقاش سيدة. ولما صحيح. نقول الوحدة الوطنية، يعني المواطنة هي مناط الحقوق والواجبات العامة بصرف النظر عن الدين والجنس والعرق وإلى آخره. صحيح. فكل دي ثوابت الحركة الوطنية المصرية. صح. ما ينفعش تبقى حضرتك موجود معايا وما اسالكش عن كتاب اخطر 4 سنوات من التحول السياسي في مصر، بس هو انا الحقيقه لما قريت الكتاب انا عايز اعرف هو ليه من سنه 94 ل 98؟ ده احنا عندنا سنين يعني مثلا 2011 دي ل 2000 و... لا بقى اولا صعب قوي. اولا انا كنت بكتب بصفه منتظمه في الوفد من 94 ل 4 يعني اواخر 88. اوكي. وبعدين بقيت بقى عندي مشاغل حزبيه اكتر فبقيتش اكتب. انما صدفه
انه 94 دي بداية الفترة الثالثة للرئيس مبارك. كويس. لو قلنا ان الفترة الاولى كانت مشغولة بإعادة الدولة بعد ما قتل رئيس الدولة في محاولة لانقلاب وحصل لأحداث أسيوط رئيس أنور السادات عارف ايه. كل ده خد الفترة الاولى تعيد الدولة. الفترة الثانية مع الأسف الشديد ضاعت، اللي هي في فترة دكتور عاطف صدقي يعني جزء منها كبير، في فترة الإصلاح الاقتصادي قبل الإصلاح السياسي. أوكي. الفترة الثالثة بقى، أولا كان هناك قدر من الحرية في الإعلام لا بأس به على الإطلاق. ثانيا ده كان فيه حرية تعبير لحد كبير. لما تتوجد حرية التعبير يبقى فيه رغبة في التغيير. المجتمع المصري كان تغير بعمق وبسرعة في الثلاثين سنة السابقة، بينما النظام ثابت على ما هو عليه، عنده جمود. فالفرق بين النظام الذي يلوز بالجمود والمجتمع الذي يتحرك ويتغير عمل احتكاك. والاحتكاك ده انعكس في وسائل الإعلام سواء كانت المرئية أو المقروءة. وهذا الاحتكاك وضح صورة الإصلاح السياسي المطلوب. عشان كده بقول إنها كانت فترات تحول. بعد كده بقى لما ابتدى النظام يدرك إن هو لازم يتغير وإن هو لازم يجدد، الذي فعله كان قليلا وبعد فوات الأوان، كان خلاص ففتح الطريق إلى الانفجار. يعني أكيد أنا على فكرة الكتاب من الكتب الهامة ويعني والجديرة بالقراءة الحقيقة والممتعة كمان بصراحة يا دكتور. الحديث مع حضرتك كمان ممتع جدا، وأتمنى أن هو يتكرر تاني إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نورتني وشرفتني يا دكتور محمود أباظة، السياسي البارز ورئيس حزب الوفد الأسبق. شكرا جزيلا. شكرا على وجود حضرتك معنا. مشاهدينا الكرام، بكده بيكون انتهى وقت برنامجنا في صالة من صالة التحرير. أشوف حضراتكم بخير إن شاء الله بكرة بإذن الله. لكم مني كل التحية، فاتن عبد المعبود.